مالك؟ أنا تمام. مش تمام؟ أنا تمام. مش باين يعني. زهقت من المكان ده. تعالي نخلص الدرينكس دي ونطلع على عندي في البيت. أوكي؟ ازيك يا مختار؟ وحشتني. ازيك يا فدوى؟ عامل ايه؟ تمام تمام. ايه مفيش مره طلعت وتكلمني؟ سوري الفتره اللي فاتت يعني ملبوخ شويه. لا مش مصدقك. ما تيجي ترقص معايا. انت ايه الاوبر اللي انت فيه ده؟ هو المفروض اجي ارقص معاكي ويسيبني يعني ولا ايه؟ فيها ايه يعني؟ لا ده انت رخمه بقى. على فكره هو اللي يقول لي اذا كان يرقص معايا ولا لا. اختار انت. مش كنا عايزين نروح؟ اه يلا باي باي. ذوقك جميل قوي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا فردوس. اسنديها لو سمحت. ألف سلام عليها فردوس. داليا دي هتبقى ضيفتنا وهتمشي من هنا لما تخف. دي في عينيا يا سيدي. خلي بالك منها واعملي لها كل اللي هي عايزاه. ها في عينيا ما تقلقش. اتفضلي. أنا مهلك. لحظة كده بعد إذنكم. أهي ساعة. كمان ساعة. لا في الطريق في الطريق. أخليهم يستنوني يا ساعة. ماشي يلا سلام. ما تسيبنيش. بصي انا مضطر اروح المكتب على الاقل ساعه بس اوعدك مش هتاخر. يلا نورتي. اتفضلي. مع السلامه. خلي بالك منها يا فردوس. ما تقلقش عليها. انت نورتينا. شكرا. على مهلك. مالك في ايه؟ ايدي بتوجعني. السلام عليك. السلام. ايه البيت ده؟ ان شاء الله البيت حلو جدا. الفيلا عجبتك؟ قوي. هو انت اسمك فردوس؟ ايوه انا اسمي فردوس. وممكن تقولي كمان يا دوسه. دوسه؟ بقالك كتير بتشتغلي هنا؟ يعني مش كتير قوي، 7 سنين. ما تقلقيش انت هتنبسطي معانا هنا جدا. مبسوطه؟ اه البيت حلو جدا ومستر مراد ده راجل جنتي جدا وكمان مامتي كانت شغاله هنا قبل. ما تقلقيش انت هتنبسطي معانا جدا. تيجي اوريكي اوضتك؟ انت حلوه برضو كده؟ حلوه دي هتجنن. طب خليكي معايا عشان ممكن ازهق. انا ما بحبش ازهق. ما تقلقيش احنا على غير مع بعض ونتكلم وناكل. دي هتنبسطي. البيت حلو جدا يعني. انت كمان بصي كل دي الاوضه بتاعتك. بما ان الموافقات والتراخيص جت بدري شهر عايزين بقى نستغل الفرصه دي وننجز. بس ننجز بحق حقيقي. الكلام ده معناه ان مشروع كومباوند له اولويه عند كل واحد فينا. اختار. أه؟ انا عايزك تخلص ملف التسويق عندك اسبوع. حاضر. مش اكتر من كده. حاضر. شركات النظافه والامن والصيانه يا استاذ عبد الحميد عايزين عودها تجهز اسرع من كده عشان نخلص يعني. امرك. اما انت بقى يا مروه. ايوه فندم. ده بالنسبه لك هيبقى اول مشروع كبير هتعمليه للشركه. فارجوكي عايز حاجات لطيفه مش تقليديه يعني. ورا الصندوق زي ما بيقولوا. هحاول يا فندم. طيب احنا كده اجتماعنا خلص. الاسبوع اللي جاي في ميعاده ما لم يحدث اي جديد. ماشي؟ شكرا. اتفضلوا. ما تمشيش يا مختار انا عايزك. ها؟ حاضر. استاذ مختار الشغل كله عطلان بسببك. بسببي انا؟ ليه كده بس؟ مش احنا المفروض قلنا نقعد مع بعض علشان نختار تصميمات البروشورز؟ يا ستي انا موافق على اي حاجه تختاريها. لا يعني برضو لازم نشارك بعض في الراي وكده. في الراي بس مختار.
ها؟ أنا عايزك. حاضر، بعدين. طب ايه اللي انت لابسه ده يا مختار؟ ايه مال؟ انت عارف ده بكام؟ ما علينا، انا عايزك تيجي معايا حفله الوزير. حاضر. بس مش تيجي لابس كده، هيبقى فيه ناس مهمين وبتاع، انا عايز تيجي لابس بدله محترمه. ينفع اجي لابس صندل؟ مش طريق يا مختار. حاضر. اخبار الضحيه بتاعتك ايه؟ لا خرجت النهارده من المستشفى وعندي موجوده في البيت يعني. لسه مش فاكره اي حاجه؟ بس انا هتفتكر ان شاء الله. يا ريت يا مختار يا ريت. بعد اذنك يا مستر مراد هسلم لسعد مفاتيح المكتب النهارده. خلاص مصممه لازم تمشي فعلا؟ يا سيدي هتتجوز. الف مبروك يا ايمان. ميرسي يا مستر مختار عقبالك. لا مختار مش هيعمل كده ابدا. ايمان ابعد على حسابات انا عملت لك مكافاه. الف شكر يا مستر مراد، مع السلامه. اتفضلي. انت مش هتقوم تغير بقى ولا ايه؟ مش هتتجوز بقى مراد. سيبك مني انا. قوم ونلحق الميعاد بالمظبوط. ها أه؟